وفيد القيادة الشيخ الآن غير موجودة في فلسطين وفي أفغانستان، ما دام أنه في النمسك في الجهاد هناك هو جهاد دفاع، هو جهاد دفاع، دفاع للكفار الذين غزوا، والجهاد الذي نحن نتكلم فيه هو الجهاد لغزو الكفار في بلادهم. فعلى الأفغانيين ومن كان حولهم أن يدافعوا بكل ما أوتوا من قوة لطرد الكافر المحتل بلادهم. هنا لا يرد هذا التفصيل الذي نحن نتحدث عنه، لأنه لكل حادث حديث.